أين هم؟ أين أولئك الذين جالوا بيوت الناس؟ أين من طافوا في المطاعم والمقاهي والقاعات؟ أين ذبح الخراف في الساحات؟ أين التهليل على الشرفات والعتبات؟ أين من هاموا في أزقة المدن والقرى؟ أين من جالوا في الحارات؟ أين مآدب الغداء؟ أين الولائم والخطابات؟ أين لوائح الشطب وأسماء العائلات؟ أين المتوغلين في الأصول والسجلات؟ أين الوعود الطنانة؟ أين عرض العضلات؟ لماذا انقطع دابيرهم في الأزمات؟ لأنها كورونا ليست انتخابات، لأنها جرثومة ليست نزاع زعامات، لأن الموت خنجر على كل الرقاب، لأن الشعب عاد وغط في ثبات، ظنوا أنهم فروا من العقاب، لأن الفقير اليوم لا هم له سوى أن يقتات، لأن الحكم عاد وفصل على مقاسهم بالذات، لأنهم أتباع دول وأزلام سفارات، عملاء عبدة مال أذيال مافيات. ما خشيتهم سوى من فقدان الثروات، ما عاد يعنيهم من عاش ومن مات. همهم إقحام أنفسهم في قادمة الحقبات، لتبقى سلطتهم مدونة في الأجندات. يحسبون الثورة ماتت، لا يعلمون أن الجمر يختبئ تحت الرماد، وشبح الجوع ملأ النفوس بالسواد، ظنوا أن الثورة قبضة وخيمة وحفنة شعارات. إنهم يغرقون والغريق يتعلق بقشة، واهمون حسبوا أن فضائحهم سترت بحكومة هشة، وأن كورونا منقذهم من النكسة. اصحوا يا عقولا بوزن ريشة، الثورة تغلي على فوهة بركان، الثورة حية في العقول والوجدان، في قلوبنا، في بيوتنا، في بطوننا، في أزقات الشوارع والبنيان، بين روائح صفقاتكم ثورة، على الشواطئ والمرافئ ثورة، على شرفات المنازل ثورة، على أبواب المشافي، في أصوات الأمهات ثورة، بين أحلام الشباب، في أنفاس الكهول ثورة. سمعتم يا أمراء الحروب وزعماء الطوائف، يا أرباب القتل والأسلحة والقذائف، لو اشتريتم إعلام الكون الزائف، لو ملأت كلماتكم كل الصحائف، ما عاد ينفع تجميل القذارة بالسفائف، ولا تجنيد المشايخ والعمائم واللفائف. لا القمع يجدي، ولا كم الأفواه، ولا كل تلك السخائف. لم يعد أحد منا خائف. أين هم؟